قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وساهم في بلورتها وتمييزها.
داخل الساحة النقدية العربية المعاصرة. أذكر أن أطروحته حول شعرية النص الروائي التي خصص آلي دراسة التجليات لجمال البريطاني قد أخذت مكانتها ضمن النصوص النقدية السردية المعاصرة في المغرب وفي العالم العربي، بل إن مؤلف التجليات جمال البريطاني قد خصص لها مقالات في جريدة أخبار الأدب يشيد فيها بتلك الدراسة. يذكر أصدقاء فقيدنا بشير القمري وزملائه كم ساهم في العمل الثقافي لجمعية اتحاد كتاب المغرب وجمعيات ثقافية أخرى. كان لا يتردد في قراءة وتقديم وتحليل مؤلفات الشعرية والسردية والدرامية المغربية والعربية، وبذلك يكون قد ترك بصماته في نشاط تلك الجمعية وتلك الجمعيات ومن ثم في الثقافة المغربية، وساهم في تقديم العديد من المؤلفات السردية والشعرية والدرامية وغيرها. كان بشير القمري مثالا للباحث والمثقف المغربي الذي حاول أن يجمع بين أنواع عدة من أجناس الكتابة الأدبية والفنية، وقد أنتج في هذا قدر أو بآخر مما جعله يتوجع بين البحث العلمي الرزين والكتابة النقدية التي تسعى إلى التحليل والتعريف والمواكبة. هل الجمع بين كل هذه الممارسات الكتابية والفنية متاح لكل واحد؟ قد يتاح ذلك للموهوبين الذين لهم القدرة على ذلك. وقد حاول البشير أن يكون واحدا منهم وأنجز في ذلك ما استطاع، وتركنا التفكير والتأمل في مثل هذه الممارسة الفنية الجامعة لما يمكن جمعه وأحيانا يصعب جمعه. ويكفي فقيدا بشير القمري أنه بقي طوال حياته الفكرية والفنية وهو يحاول فتل تلك الكتابات والممارسات الفنية فيما تركه لنا من أعمال وكتابات كثيرة يحتاج الكثير منها إلى الجمع والنشر. ودع صحبي واحدا بعد واحد فأثقل قلبي جانبا بعد جانب. رحمة الله على فقيدنا البشير، وأظنه مات وفي نفسه شيء من السر ومن الشعر ومن الثقافة المغربية. شكرا.